السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. وياكم عادل من قناة كل يوم معلومة. في فيديو اليوم راح نتعرف على 9 مزايا وخفايا موجودة في فيسبوك لازم الكل تعرفها. بدون ما نطول عليكم خلونا نروح للفيديو. الميزة الأولى أصدقائي، لما أنا أريد أتأكد إنه الفيسبوك مالتي ما مفتوح من غير الجهاز، أو أريد أتأكد إنه يسجل خروج من كل الأجهزة اللي يعني فاتح الفيسبوك بيها، أنا يجوز مثلا أكو ضعاف النفوس فاتح الفيسبوك مالتك بغير جهاز يعرف باسوردك وما مغيره ولا متلاعب بأي شيء وباقي يراقبك وأنت ما تدري. فأني بهاي الطريقة بهاي الميزة الخطوات راح أقدر أسجل خروج من كل الأجهزة اللي فاتحة الفيسبوك مالتي باستثناء هذا الجهاز اللي أنا أستخدمه. وين أروح؟ أروح للإعدادات، هاي ثلاث شخطات منه، أجي أضغط عليها، أنزل للإعدادات والخصوصية وأختار الإعدادات وأنزل إلى الأمان وتسجيل الدخول. هنا مكتوب المكان الذي سجلت دخولك منه، أعطي عرض الكل راح يطلع لي الأجهزة اللي أنا مسجل بيها وفاتح الفيسبوك، سواء كمبيوتر شخصي أو آيفون أو أي جهاز أنا فتحت الفيسبوك أو متصفح فتحت الفيسبوك بيه. فأني حتى أتأكد أنه بس جهازي اللي هو هذا نشط الآن مكتوب فوق، حتى أتأكد أنه بس هذا أستخدمه، إما أعطيه تسجيل الخروج من كل الجلسات، يعني أعطيه تسجيل الخروج من كل الجلسات راح يطلع من كل الجلسات، وأجي أغير الباسورد، يعني هنا أرجع رجوع وأعطي تغيير كلمة السر وغير الباسورد، أو أجي هذه الأجهزة المفتوح بها سواء ويندوز، أجي أضغط مثلا مقابل هاي ثلاث نقاط، أجي أضغط عليها وأقول له تسجيل الخروج راح يطلع من هذا الكمبيوتر أو من هذا الجهاز المفتوح به الفيسبوك. وبهاي الطريقة أنا راح أبقي بس الجهاز الشخصي مالتي هو اللي مفتوح، وأتأكد أنه بس جهازي فاتح هذا الفيسبوك وأطمن على حسابي. الميزة الثانية أصدقائي، لما يسألني صديق يقول لي شنو حسابك بالفيسبوك، فأني راح أقول له مثلا فلان الفلاني، تعرفون أنتو هذا الاسم يجوز مكرر عشرات المرات كحسابات بالفيسبوك، فراح يقول لي شحاط من صورة أو دز لي سكرين في سبيل يلقى الصفحة مالتك على مود يضيفك بالفيسبوك. فبدل هذا الهم كله أنا أقدر أدز له رابط بكل سهولة، هذا الرابط يخليه بعلامة البحث هاي المكبرة وراح يلقى الحساب مالتك بكل سهولة. الخطوات هي أروح لهاي الثلاث خطوط جوا، أضغط عليها وأروح لعرض ملفك الشخصي وأختار هاي الثلاث نقاط صف إضافة قصة، أضغط عليها وأنزل جوا مكتوب رابط ملفك الشخصي، أنطي نسخ الرابط. هذا الرابط بس اضغط نسخ الرابط ادزه بالواتساب اله او بالفايبر اله، فمجرد انه ينسخه هو اما يضغط عليه ويفتح قبل او ينسخه ويحطه هنا بعلامة المكبرة يجي يلصقه بخانة البحث، يطي لصق يطي بحث يروح الاشخاص، فراح بكل سهولة يطلع الحساب مالتك ويقدر يضيفك، وهاي طريقة أسهل بهواي بدل ما يعطيك الاسم أو تكتبه غلط. الميزة الثالثة أصدقائي، لما أنا أريد أتأكد من حسابي مستقبلا ما ينقفل، وأريد في حالة أنه انقفل يعني أضبط فد وضعية بحيث ينفتح هذا الحساب، شلون؟ أكو فد إعداد بالفيسبوك حاطي لك يا أنه تختار من 3 إلى 5 أشخاص أنت تثق بهم من أهلك أو أصدقائك، في حالة انقفل حسابك فهم اكو كود راح يدزوه لهم فيفتح حسابك، فانت تقدر تخلي هذا الاعداد وتضبطه حتى في حالة لا سامح الله انقفل حسابك فتقدر تفتحه بسهولة. انا شلون اثبت هذا الاعداد؟ اروح هنا لهاي الخطوط وانزل جوه للاعدادات واجي اختار الامان وتسجيل الدخول، واجي اختار هذا الخيار اللي مكتوب اختيار اصدقاء للاتصال بهم في حالة قفل حسابك، اجي اضغط عليه. هنا دا يقول لي اختار جهة الاتصال الموثوق بها، اقول له اختيار، هنا راح يطلب من عندي كلمة السر، اجي ادخل كلمة السر مال الحساب على مود دواعي امنية، واجي اختار على الاقل 3 اصدقاء اثق بهم. فبهاي الطريقة انت راح تطمن على حسابك انه فد يوم خاف ينقفل فراح الاكواد تندز لهذول الاشخاص الموثوقين وتقدر تفتح الحساب بسهولة. الميزة الرابعة اصدقائي، لما اني مثلا سجلت اعجاب في الصفحة او علقت على فد بوست او سويت مشاركة لفد
أغنية أو مقطع وأني أريد أرجع له بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع وأريد وصعوبة أنه أجده طبعا لأن تحدثت الصفحة، فأني بكل سهولة أقدر أروح إلى سجل النشاطات والأعمال والتعليقات اللي سويتها وأقدر ألقى البوست اللي علقت عليه وانطيته إعجاب. شلون أروح؟ أروح على هاي ثلاث خطوط واختار عرض ملفك الشخصي، أروح لهاي ثلاث خطوط اللي بصف إضافة قصة واختار سجل النشاطات. سجل النشاطات هو السجل اللي أني الأعمال اللي أني سويتها، مثلا طيت لايك أو شاركت أو علقت بالحسب التسلسل الزمني، فأني أقدر أرجع له بكل سهولة. وهاي الميزة أيضا تفيد إذا أنت مثلا أكو شخص لعب بحسابك بالفيسبوك أو شارك منشور أو علق أو هذا بدون ما تدري أنت، فإذا ترجع للسجل بكل سهولة راح تعرف شنو اللي صار عن طريق سجل النشاطات. الميزة الخامسة أصدقائي، لما أنا أريد منشورات شخص معين ما تطلع لي، وبنفس الوقت أنا ما أريد أحذف الصداقة وياه، يعني مخاجل الموضوع فما أريد أحذف صداقته، بس ما أريد أشوف منشوراته ولا أشوف صوره ولا مشاركاته، فأنا بكل سهولة أقدر أي بوست هو ناشره أضغط على ثلاث نقاط هاي مقابل البوست وأقول له إخفاء منشورات فلان الفلاني مؤقتا لمدة 30 يوم، وبهاي الطريقة ما تنحذف الصداقة وبنفس الوقت أنا منشوراته ما راح تطلع عندي لمدة 30 يوم. الميزة السادسة أصدقائي، لما أنا أريد أشوف الصفحة مالتي شلون تبين للزائر الجديد اللي يطب بصفحتي شلون يشوف الصفحة مالتي، فبكل سهولة أقدر أروح ثلاث خطوط هاي وأروح لعرض ملفك الشخصي، أضغط على هاي ثلاث نقاط وأختار عرض كما يظهر للآخرين، وهكذا هو راح تظهر الصفحة للآخرين مثل ما تشوفها بحسابك. وبهاي الطريقة راح تشوف شنو اللي يطلع بحسابك للشخص الزائر صفحتك الشخصية. الميزة السابعة أصدقائي، يعني في حالة أريد أعرف المكانات اللي أنا زرتها والمواقع اللي أنا رحت لها والتواريخ وكذا، أنا شلون أعرف؟ بالبداية لازم بالبداية أضبط الإعداد مع فيسبوك حتى من خلال فيسبوك أعرف المكانات والمواقع اللي زرتها. أضغط هاي ثلاث خطوط وأنزل على الإعدادات وأنزل لجوه إلى الموقع. عندنا هذا الخيار اللي مكتوب عليه سجل المواقع، أجي أفعله. من أفعله بعدها أي مكان أسجل دخول إليه، يعني وكأنك أنا رحت لفلان محافظة فلان مكان فلان منطقة، وأنا كأنك أفتح فيسبوك فراح ألقاه بعرض سجل المواقع، أضغط عليه فراح يطلع لي المواقع والمكانات اللي أنا سجلت الدخول بها وكنكت بها وفتحت فيسبوك بها. من خلال هذا الخيار أقدر أعرف أنا وين رحت وبيا وقت أنا رحت. الميزة الثامنة أصدقائي، أنا لما أشوف فد بوست عجبني أو منشور أو أغنية أو أي فد شيء آخر وما عندي مجال أن أشوفها وأريد غير وقت أرجع له بكل سهولة، فبكل سهولة أقدر أضغط على ثلاث نقاط على مقابل البوست وأنطيه حفظ المنشور. راح ينطيني خيار يقول لي حفظ إلى مجموعة جديدة أو الاستخدام لاحقا، أقول له استخدام لاحقا. أني أقدر بغير وقت بكل سهولة أرجع له عن طريق هاي ثلاث خطوط وأضغط على العناصر المحفوظة، فراح ينحفظ اللينك مالته وبكل سهولة أقدر أرجع له بالوقت اللي أنا أريده، وبكل سهولة أقدر أحفظ البوستات والمنشورات اللي أنا أريدها وأرجع لها بأي وقت أريده. الميزة التاسعة والأخيرة أصدقائي، بخصوص هاي النقاط الخضراء للأصدقاء اللي تبين بيها أنه أنت متصل عند الآخرين، يعني أنت تبين فاتح فيسبوك من خلال تطبيق الفيسبوك مو الماسنجر، فأنا أريد أوقفها يعني من خلال ما يفتحون أصدقائي فيسبوك ما مبين أني أونلاين. شلون أغيرها؟ أجي الثلاث خطوط هاي وأنزل للإعدادات وأنزل جوه، أنزل جوه لحالة النشاط، هاي جوه الموقع حالة النشاط، أضغط عليها وأجي ألغي تفعيل هذا الخيار، وبهاي الطريقة أنا راح أكون غير نشط، يعني أنا فاتح تطبيق الفيسبوك بس ما مبين أونلاين وما حد يقدر يشوفني أونلاين. بالنهاية حبايبي نتمنى تكون استفاديتوا من الفيديو. بعض الإعدادات تكون معروفة عند البعض، لكن إحنا سوينا هذا الفيديو حتى تعمل فائدة للجميع. لا تنسون اللايك، لا تنسون الاشتراك، نلتقيكم فيديو جديد، إيمان الله.